الصف التاسع، مرحبا بكم في درس من دروس اللغة العربية. ودرس اليوم بعنوان صيغ المبالغة. درسنا في أنواع المشتقات اسم الفاعل واسم المفعول، وموعدنا اليوم مع درس صيغ المبالغة. المشتقات كما ذكرنا اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة، اسم الزمان والمكان، اسم الآلة. صيغ المبالغة وأوزانها هي صيغ على أوزان معروفة تدل على المبالغة في الحدث. الفعل ضرب، اسم الفاعل منها ضارب. أما صيغ المبالغة ضراب، ولها خمسة أوزان: فعيل، فعول، فعال، مفعال، فعل. تعالوا بنا لنتعرف على أمثلة على كل وزن من هذه الأوزان. أمثلة على صيغ المبالغة على وزن فعيل: استشار الرجل الحكيم. كلمة الحكيم على وزن فعيل تدل على كثرة الحكمة. تصدق الكريم على الفقير. كريم تدل على كثرة القرن. هذا المهندس خبير تدل على كثرة الخبرة. إن الله رحيم تدل على سعة وكثرة رحمة الله تبارك وتعالى. هذه هي الصيغة الأولى أو الوزن الأول. الوزن الثاني من أوزان صيغ المبالغة على وزن فعول: كان نبي الله أيوب صبورا. كان نبي الله أيوب صبورا، فكلمة صبور على وزن فعول تدل على كثرة الصبر، كما نعلم من قصة سيدنا أيوب عليه السلام. إن الله غفور أي كثير المغفرة. صار الرجل عطوفا أي كثير العطف. كن عبدا شكورا أي كثير الشكر لله عز وجل. كل هذه تأتي على وزن فعول، وهو الوزن الثاني من أوزان صيغ المبالغة. الوزن الثالث على وزن فعال، يقول الله تبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف على وزن فعال أي كثير الحلف. لا كذاب محبوب، كلمة كذاب صيغ مبالغة على وزن فعال. هذا الخطاط بارع، كلمة الخطاط على وزن فعال أي كثير الخطوط، وهذا يدل على إتقانه لهذه الحرفة. اشترى الولد فتاحة للعلب. فتاحة صيغة مبالغة على وزن فعال. الوزن الرابع من هذه الأوزان على وزن مفعال: إن المعلم مقوال. مقوال أي كثير القول. كان عنتر ابن شداد بطلا مغوارا أي كثير الغارات، أي يعني شجاعا. يبقى مقوال مغوار على وزن مفعال. الصيغة الخامسة والأخيرة: إن الولد حذر، فكلمة حذر على وزن فعل أي كثير الحذر. على الحارس أن يكون يقظا أي كثير اليقظة. يقظ على وزن فعل.
هذا الرجل فطن، فطن على وزن فعل. إذن هذه الأوزان هي أوزان صيغ المبالغة. تعالوا بنا لكي نحاول أن نسترجع ما أخذناه ببعض هذه الأسئلة. استخرج صيغ المبالغة في الجمل الآتية وزنها. قال الشاعر: فكن بعلمك عمالا تزد شرفا، لا خير في العلم إن خانتها أعمال. لو دققنا في هذا البيت سنجد أن كلمة عمالا على وزن فعال، هذه هي صيغة المبالغة في هذا البيت. رقم ب: إن الطبيب حذق. أين صيغة المبالغة؟ هل هي كلمة الطبيب؟ ليست كذلك، حذق على وزن فاعل. قال تعالى: مناع للخير معتد أثيم. مناع على وزن فعال، أثيم على وزن فعيل. السؤال الثاني: استخرج صيغ المبالغة في الجمل الآتية وحدد فعلها. هذا المجرم سفاح. صيغ المبالغة في هذا المثال هي كلمة سفاح على وزن فعال، فعلها سفح. لعل الشاب قلق. صيغ المبالغة في هذا المثال هي كلمة قلق على وزن فعل، والفعل منها قلق. ظل الرجل صدوقا. صيغ المبالغة في هذا المثال، صيغة المبالغة في هذا المثال هي كلمة صدوق على وزن فعول، والفعل منها صدق، صدق. كان هذا هو درس اليوم، صيغ المبالغة، وهو درس سهل يسير. نتمنى أن نكون قد استوعبناه بسهولة ويسر، وإلى لقاء جديد في درس آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.